أهم أكلة في العالم يلي خلينا نقول إنها وصلت لكل كرة الأرضية اللي هي سباجيتي، لكن في حد سأل نفسه منين جت ومن أول من دارها؟ اليوم راح نسمع حكايتها مع بعضنا. أكيد كنا نعرفوا أن سباجيتي من أصول إيطالية، لكن الموضوع أبعد من هيك من بعيد. رح نبدو بأول شخص جاب المكرونة لأوروبا اللي هو ماركو باولو، حسب ما ذكر في مذكراته أنه جابها من الصين. وتوا رح ناخذ نبضة بسيطة على ماركو باولو، خلي نعرفه من هو. ماركو باولو ولد يوم 15 سبتمبر عام 1254 في البندقية في إيطاليا، وهو تاجر ومستكشف من البندقية، وكان يطلع لرحلاتهم ويستكشفوا هو وابوه نيكولو وعمه مافيو، ويعتبروا أول غربيين من أوروبا سلكوا طريق الحرير للصين. وطريق الحرير هو مجموعة من الطرق مرتبطة ما بين آسيا وأوروبا، تمتد من الصين لجنوب آسيا لعند الهند حتى تمتد طريقها إلى تركيا وتوصل عند ألمانيا وتنزل للجنوب لإيطاليا، وأطلق عليها اسم الكاثي بعد طريق الحرير. كان ماركو باولو لها علاقة دبلوماسية مع كوبلاي خان، أكبر ملوك إمبراطورية المغول، وهو حفيد شنكيز خان. ودون رحلات ماركو في كتابة مليوني، وهو تصغير إيمليوني إلى عائلة ماركو باولو. بعد ما ارتبطت علاقة قوية بين ماركو والمغول، فكان تاجر ما بين أوروبا وآسيا، وتحسنت العلاقات بين القارتين. ولاحظ ماركو ان في دولة آسيا عندهم نوع من العجين يتم تقطيعه بشكل مستطيل ورفيع، ويتم نشره على الشمس لتجفيفه، ويتم بعد تناوله مع الحساء او ما يعرف بوقتنا الحالي اللي هو النودلز. وفي عام 1295 ميلاديا عاد ماركو الى البندقية بعد ما جمع عدة من الثروات والكنوز. وعقب عودته لإيطاليا كانت البندقية في حالة حرب، وحتى بعدها قرر ماركو أنه يستقل في جزيرة صقلية بعيدا عن الحرب لحفظ ثرواته. وفي هذيك الفترة كانت الأوضاع مشحونة في كل روما، قرر ماركو أنه يستغل الوقت وأنه يدير بيزنس جديد. فقرر أنه يحضر مأكولات لكافة الشعب، لأن ما كانش عندهم فرصة ووقت لتحضير طعام في بيوتهم. فحضر المعجينة شبيهة بالنودلز اللي شافها في الصين، ولأن ما كانتش توفر عند المكونات الموجودة في آسيا زي مثلا الصويا صوص وعدة صوصات، فقرر أن يستبدلها بأكثر شيء متواجد في إيطاليا اللي هو الطماطم، وقرر أن يسميها على أول شخص يتناول عند الطبق. وفعلا كان أول شخص يتذوق منها هي سباجيتي جوستيانا اللي كان والدها جيوفانا جوستيانا، وجيوفانا جوستيانا كان من أهم التجار اللي كان يجيب في الطماطم وفي الجبنة لروما، وانتشرت في كل مدينة صقلية، وسموا الطبق على اسم سباجيتينا اللي كانت أول شخص تذوق الأكل، حتى بعدها أصبح اسم سباجيتي. وموقفتش على سباجيتي بس، فولت في عدة أصناف وأشكال وتفننوا فيها على مدى العصور، زي مثلا البانية اللي كانت على شكل قلم الحبر لحد ما وصلت لجميع أنحاء أوروبا ووصلت لشمال أفريقيا وآسيا نفسها. وتعتبر طبق السباجيتي من الكلاسيكيات الطبخ الإيطالي. وهذه كانت حكاية سباجيتي. ما تنسوش اللايك والشير، واكتبوا لي في التعليقات حبيتوا الحكاية أو لا، وما تنسوش تديروا منشن للشخص اللي تبوا يعزمكم على سباجيتي.